حلقه جديده في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن جديد، وزي ما قلت لكم في فيديو بتاع ايه الكلام في الافلام على موضوع مهرجان السينما بتاع فينيس وعلى جونا. كنت قايل شويه كلام فيه ان في كميه تريلرز نزلت الفتره اللي فاتت دي فوق ما تتوقعه وفوق ما تتخيله. انا مش عارف هو في ايه، يعني انا غبت فتره تقريبا، غبت بتاع اسبوعين او اسبوعين ونص ثلاثه، كمية تريلرز نزلت. يعني في فيلم اللي هو فريكي، وكان في لسه عملت له تريلر رياكشن من شويه، هيبقى فيه على فكره حاجتين ولابس نفس التيشيرت، يعني عشان رصه التريلرز كلها هتيجي ورا بعض ان شاء الله باذن الله. والنهارده معانا فيلم اسمه دون او دون، عرفوا ان هو فيلم مشهور، هو اصلا كان نوفل، هو كان اصلا كتاب. وتقريبا انا سمعت برضو ان هو الفيلم ده التريلر بتاعه لما نزل قلب الدنيا. يعني هشوف الاول التريلر وبعد كده وانا بتفرج هشوف معاكم الكاست، وهنتكلم في الكاست اللي هو اللي انا سمعته من الناس ان هيبقى فيه كميه ناس يعني جامده قوي وتقيله قوي. يعني ده برضو اللي زاد حماسي للفيلم وانا بتفرج. مش عارف لسه برضو مين الدايركتور، هتفرج معاكم دلوقتي على تريلر فيلم دون اللي الناس كلها بتتكلم عنه. هو المفروض واحد من الافلام اللي منتظره، المفروض ان هو هينزل السنه دي، ده اللي انا اعرفه. ما اعرفش بقى برضه هينزل السنه دي ولا هيتاجل، لان برضه كنا عاملين تريلر رياكشن بتاع فيلم وندر وومن 1984، كانوا قالوا ان التريلر ان الفيلم هينزل المفروض الشهر ده وبعد كده اتاجل لنوفمبر، وقالوا هنتفرج عليه في نوفمبر وبعد كده تقريبا اتاجل لديسمبر. فانا مش عارف بقى هيفضل يتاجل لحد امتى. فاحنا المفروض الفيلم ده هينزل السنه دي، مش عارفين بقى هل هيتاجل السنه الجايه ولا هينزل فعلا السنه دي. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره فيلم دون. يلا بينا. There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. Do you often dream things that happen just as you dream them? The test is simple. Remove your hand from the box and you die. What's in the box? Pain. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. He's getting a richer one. He'll lose that one too. I'll kill him. This is an extermination. They're picking my family off one by one. I know you. Civilization depends on it. The future. I can see it. Fear is the mind killer. Go, go! الكاست بتاع الفيلم وهمي، والفيجوال افكتس وهميه، والسينماتوجرافي وهمي. على فكره الفيلم ده او نوفل بيزد اون نوفل دون ريتن باي فرانك هربرت. اوكي سكرين بلاي ماشي تمام، نوفل هو كان فعلا كان كتاب نزل الفيلم، بس انا عمري ما سمعت عنه على فكره الفيلم ده. بس الفيلم ده التريلر اول لما نزل يعني حرفيا خلى الناس كلها يعني واو، زي ما انا واو دلوقتي. يعني المخرج ديني فيلينوف ده نفس المخرج اللي كان عامل فيلم سيكاريو وارايفل وبليد رانر 2049، وكان عامل بريزنرز، كان عامل حاجات كتيرة جدا. بس لا، الكاست يا جدعان، الكاست كبير، الكاست يعني في زندايا وروبيكا فيرجنسون وتيموثي شالامي وجيزون ماموا ديفيد باتيستا جوش برولوين واوسكار ايزاك وستالين سكارسجارد وخافيير باردام وشارلو ترامبلينج، دي اللي كانت ترشحت تقريبا من كام سنه في فيلم 45 ييرز تقريبا احسن ممثله. يعني ايه ده شكلنا داخلين على ملحمه. يعني الفيلم ده انا متاكد مليون في الميه الفيلم ده لو نزل السنه دي لو نزل السنه دي في السينما، انا متاكد مليون في الميه هيترشح اوسكارز بالهبل. يعني غير ان احنا السنه دي مفيش افلام، مفيش اي حاجه، فالفيلم شكله لا تقيل يعني، وتقريبا هينزل في ديسمبر على ما اعتقد. ده اكيد يعني اللي انا متاكد منه مليون في الميه ان الفيلم ده لو نزل هيترشح وش يعني فيجوال افكتس، ده اكيد.
ممكن يترشح ايه تاني؟ فيجوال افكتس، وممكن يترشح مثلا فيجوال افكتس ده اكيد، سينماتوجرافي ممكن، بس واو يعني فيلم معمول، يعني الفيلم ده يعني فعليا الفيلم ده وتنت، الفيلمين دول بالذات، الفيلمين دول بالذات السنه دي الواحد لازم يتفرج عليهم اي ماكس. يعني تنت كان من اكتر الافلام اللي انا فعلا بجد زعلت ان انا ما اتفرجتش على فيلم زي ده اي ماكس، بس الفيلم ده فعليا اللي عنده الفرصه ان هو حقيقي يتفرج على افلام اي ماكس او يخش سينما اي ماكس، خشوا الفيلم ده لو نزل السنه دي، يعني totally different experience في السينما. يعني واو الفيلم ده. انا نسبة ترقبي للفيلم دون هو 8.5 من 10. طبعا الفيلم شكله وهمي بجد. يعني لو هنصنف برضو فيلم ممكن يكون هو adventure science fiction، على الرغم ان انا على فكرة مش من محبين افلام science fiction قوي، بس الفيلم ده شدني قوي وشدني بجد جدا. التريلر حلو قوي، والميوزك اللي موجودة كمان في التريلر برضو حلو قوي. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن تريلر فيلم دون. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا لي سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. واللي حابب برضو ان هو يدعم القناه ماديا هسيب لكم اللينك بتاع باي بال وباتريون في الديسكربشن. وباي باي.